بالفعل عم نشوف عدة تقارير من بنوك عالمية غير تقرير أوبك بيدعم هذا التوجه بالارتفاعات القادمة على النفط. شفنا بالأمس إصدار تقرير مثلا بنك جولدمان ساكس بنك تقرير بتوقعاته لارتفاع الأسعار باختتام هذا العام نحو مستويات $90 للبرميل الواحد. عم نشوف بالفعل بنوك أخرى عم تحذو نفس الحدو برفع توقعاتها. بالفعل دخول يمكن الاقتصاد في مرحلة التعافي من بعد الجائحة، عم نشوف عودة نشاطات افتتاحات في اقتصادات دول كثيرة تعني المزيد من الطلب على النفط، يمكن مع نقص الإمداد الموجود حاليا في الأسواق. هذا الشيء يعني أنه إحنا ما زلنا قد نشهد المزيد من الارتفاعات، وأنه الأسعار اللي عم نشوفها حاليا لم تصل إلى الذروة بالفعل الحفيظة. أيضا لدينا عامل مهم يتحدث عنه الجميع سواء بالنسبة لجولدمان ساكس وغيرهم من التوقعات، هو عامل برودة الطقس، أنها ستزيد من الطلب سواء على النفط والغاز، ما رأيك؟ بالفعل يعني عادة يعني في شيء متعارف عليه في الأسواق اللي هو بنسميه seasonal trading، اللي هم الارتفاعات المرتبطة بمواسم معينة. عادة ما بيزيد الطلب فعليا على المحروقات النفط ومشتقاته بالفعل بفصل الشتاء. عم نشوف أيضا نفس ما ذكرت يمكن في تقريرك ارتفاعات قياسية لعدة جلسات متتالية في أسعار الغاز الطبيعي، كذلك يعني متماشية مع الارتفاعات في أسعار النفط بالفعل بسبب مخاوف من النقص في الإمدادات في منطقة أوروبا وآسيا تحديدا. يمكن هذا الشيء بيعطي دافع كمان إضافي غير الطلب المتزايد الزايد عن حجم المعروض في السوق لدفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاعات خلال يمكن الفترة القادمة. يعني سيكون لدينا المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، برأيك مستويات $90 هل هي قريبة بالنسبة للنفط؟ بتصور الربع الأخير هذا محكوم بعدة يمكن أحداث اقتصادية. بنعرف أنه سعر النفط مرتبط مباشرة بأسعار الدولار. عم نشوف قرارات عم يتخذها مثلا البنك الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التجديد في السياسة النقدية خلال الفترة القادمة. يمكن عامل ارتفاع أسعار النفط بيزيد الضغط على قرارات الفيدرالي، لأنه بيؤدي إلى ارتفاع في أرقام التضخم في الولايات المتحدة. في حال استمرت هاي الارتفاعات قد يضطر يمكن الفيدرالي لاستخدام أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم خلال الارتفاعات في الربع الأخير من هذا العام. بالفعل التوقعات من ناحية تقنية بتقول أنه نفس ما ذكرت الأسعار عند $80 ما وصلت للذروة، هناك المزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، إلا أنه يمكن سعر $90 للبرميل قد نشهده إذا ما شهدنا في آخر هذا الربع في بداية الربع الأول من العام القادم. دعنا نتحدث عن سوق الأسهم، التوجهات كانت إيجابية خلال الفترة يعني الماضية، برأيك ما الذي يتداول عليها المستثمر حاليا؟ أين تتوجه السيولة؟ ما زلنا يمكن عم نشوف توجه كثير من السيولة نحو قطاع التكنولوجيا. شركات التكنولوجيا يمكن الأفضل أداء خلينا نقول خلال العام الحالي ونهاية العام المنصرم بسبب يمكن أحداث اللي شهدناها مع انتشار الجائحة والتوجه نحو قطاع التكنولوجيا بشكل كبير. ما زالت يمكن فرص الارتفاعات قائمة. عم نشوف حاليا يمكن اليوم بجلسة اليوم تراجعات على مؤشرات رئيسية مثل داو جونز وناسداك واس ام بي، إلا أنه ما زالت فرص الشراء قائمة عند كل تراجع. شفنا تراجعات الأسبوع الماضي كانت عبارة عن قيعان من الناحية التقنية في أرقام مميزة للشراء. شفنا ارتداد سريع للأسعار في المؤشرات الرئيسية مع بداية افتتاح جلسات هذا الأسبوع. بنتصور أنه خلال الفترة القادمة ما زال التوجه نفس ما ذكرنا نحو القطاع التكنولوجي كرائد يمكن للارتفاعات في أسواق الأسهم خلال الفترة هاي.